عاوزين النتيجة عشان خالة الولد في العناية المركزة من الأهل أو الأهل. هذه الحالة النفسية اللي وصلنا لها تؤكد اللي بنقوله طول الوقت، إن هذا الامتحان أفقد التعليم المصري كل ما هو جميل وكل ما هو صحيح. إذا وصلنا إلى إن إحنا أطفال بتنتحر عندها 16 و17 سنة يبقى في حاجة غلط. الضغط اللي اتحط عليهم، القيمة مفيش حاجة تسوى حياة إنسان. فإذا كنتوا عاوزين ندرس الظاهرة دي، دي حاجة ما تعديش، يعني أهم من نتيجة الثانوية العامة والنسب والأرقام، نتكلم ليه في غش؟ وليه بندفع أولادنا الغش؟ وليه في حالات انتحار؟ وإيه علاقة ده بالتعليم؟ إيه علاقة ده بإن أنا بنمي شخصية عشان تقود حياة كريمة ولطيفة؟ كلنا عندنا قدرات ولا يستدعي شيء مثل هذا الشرط العصبي. فحالة التعليم منعكسة في هذا الجو المشحون، والاندفاع الهائل نحو درجات لا تعني شيء في الحياة الطويلة المفروض. عشان كده اتكلمنا عن نظام معدل في الثانوية العامة من بدءا من 2018 علشان نحمي أولادنا من كل ده، ونحمي أهاليهم، ونعيش حياة أكثر يعني أكثر متعة فعلا وأكثر استمتاع بالتعلم. عاوزين نكبر الأولاد ونربيهم مش نعذبهم التعذيب. فده السبب، بس بربط لكم إيه السبب إن إحنا عاوزين نحسن من هذا الوضع. لأن مش إن إحنا نزوده زي ما بعض الناس متخوفة، بالعكس حريصين جدا على إنه الحياة بتاعت أولادنا في المدارس وأهلهم تكون يعني أكثر هدوءا من هذا. بالنسبة للأبناء والبنات اللي هم مشرفين الحقيقة والأوائل الجمهورية كلهم من مدارس حكومية في قرى جمهورية مصر العربية، وإحنا بنتكلم عن البنية الأساسية وناقصنا كذا وفي مشاكل، ومع ذلك يطلع من رحم هذه المشاكل أوائل هيقول لكم عليهم دكتور رضا شيء